دعونا نقدم تصفيقا حارا لربنا يسوع. أحبائي، لنخبر الرب جميعا أنه رائع من خلال إيماننا به، لأنه قد صنع المعجزات واليوم يريد أن يصنع المزيد أيضا. لنذهب الآن لإنجيل يوحنا الإصحاح 14 العدد 13. قد تحدثت عنه في الاجتماع الأخير، كلمة هامة قدمها لنا الرب يسوع، وهذه الآية غيرت حياتي فعلا. في الثاني من كانون الأول عام 84 900 وألف، كنت أعاني لمدة 2 و4 أشهر بسبب حساسية الأنف، ولم يكن يبدو أنني سأشفى، لكنني وثقت بكلمة الرب وتحررت تماما باسم يسوع المسيح. لنقرأ ما يلي: ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. إنه وعد أعطاه الرب لنا، فعال أيضا في أيامنا هذه. مهما طلبنا باسم يسوع يضمن لنا أنه سيفعله. دكتور سواريز، لقد طلبت مرات عدة ولم يحدث شيء، ربما ليس لدي إيمان. نحن لا يجب أن نفكر هكذا، وجودك هنا يعني أنه لديك إيمان. بالتأكيد يمكنك زيارة أحد الأقارب بدلاً من بقائك هنا أو فعل شيء آخر، لكنك جئت إلى بيت الله لأنه لديك الإيمان. ولكن قد يستخدم العدو بعض العبارات الدينية، لأنه من السهل لشخص أن يقول لشخص آخر: أنت لم تشفى لأنك لا تمتلك الإيمان. هذا صحيح، ليس لدي إيمان، لكن الكتاب المقدس يقول أن الرب أعطى كل واحد منا مقدارا من الإيمان. لا يمكننا ببساطة أن نشكك بكلام الله، أولا بأن نقول أنه لا يعطينا الإيمان، ثانيا أن الإيمان المعطى لنا غير كاف، بينما في الواقع نحن لا نعرف كيف نستخدم هذا الإيمان. في إنجيل لوقا الإصحاح 17 لدينا كلمة عظيمة من الرب، لنقرأ ما يقوله. سأقرأ الآيات الأربعة الأولى، لأنه بخلاف ذلك لن نفهم ما يتحدث عنه يسوع، وهذا أمر هام حقا. ابتداء من العدد الأول: وقال لتلاميذه: لا يمكن إلا أن تأتي العثرات، ولكن ويل للذي تأتي بواسطته. العدد الثاني: خير له لو طوق عنقه بحجر رحن وطرح في البحر من أن يعثر أحد هؤلاء الصغار. يتحدث يسوع عن شيء مهم للغاية، الإساءة للآخر. عادة نحن لا نفكر في الإساءة إلا عندما نرى حالات عنف مع الأطفال، أو إذا كان هناك انتهاكات لسيدة أو فتاة صغيرة. عندما يحتال شخص على شخص آخر، يسرقه أثناء القيام بالعمل، هذا سيء حقا، خاصة إذا كنت تتحدث عن شخص مسيحي يقول أنه ينتمي لله لكنه لا يعيش وفقا للكلمة الإلهية. إنها إهانة. أحبائي، لدينا مسؤولية عظيمة. لما جاء يسوع إلى بيت مرثا، قال يسوع: ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟ كان عليها أن تفهم عندما قدم لها يسوع هذا الإعلان أنها إذا آمنت سترى مجد الله حقا. ذلك كان الوعد الذي قطعه الرب، وحتما سيحدث في اللحظة المناسبة. كانت ستطالب بالوعد وتناله. ذات الشيء صحيح بالنسبة لي ولكم. نحن نقرأ الكتاب المقدس ونستمع إلى العظات، والرب ينير عقولنا لنفهم أن البركة هي لنا، ولا ينبغي علينا أبداً التخلي عن هذا مرة أخرى. وكلما ظهرت أي حالة أمامنا، فالرب يرى كل شيء، وهو وحده يعلم كل شيء. الرب كلمني بالفعل وبهذه الكلمة من الله: الآن أنا آمر الروح الشرير بالمغادرة وسأنال البركة. سيغادر الشيطان الآن، وهذا ما نقوم به. ولكن ماذا لو لم يكن لدي الإيمان؟ قريبا سأريكم أن الأمور لا تحدث بالطريقة التي نظنها. بالطبع الرب أعطاك الإيمان. لماذا أعطاه لنا من البداية؟ لأنه بدون إيمان لا يمكن إرضاء الرب، لذلك علينا أن نؤمن بالفعل، وهذا مدون في رسالة العبرانيين الإصحاح 11 العدد 6. دعونا نتابع سوية هذا العدد بروح الصلاة: ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. كيف يمكن إرضاء الرب؟
إرضاؤه لا يعني مجرد الوقوف هنا والقول هاليلويا هاليلويا أنا أحبك. بالطبع في بعض الأحيان عليك أن تهلل، ولكن بعض الناس يقولون هذا طوال اليوم. هذا الشخص يصبح مملا، لا يتبع كلمة الرب وأحيانا يتراجع. لكن يا رب أنت تعلم أني أحبك. إرضاء الرب هو معرفة ما أعلنه في الكلمة من أجلنا والذي ينتمي لنا والتمسك به، ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. الرب لن ينكرنا. أولاً قلنا أن الرب أعطى الكل قدراً من الإيمان، ولكنكم تدعون أنه لم يعطكم هذا الإيمان. بل هو قد فعل، لكنه لم يعطني إيماناً كافٍ. لا، لم تصبكم تجربة إلا بشرية، بل سيجعل مع التجربة أيضاً المنفذ. الإيمان هو المنفذ. دعونا نقول إن تجربتك، محنتك، معاناتك تصل لحد الماء، فالرب لن يعطيك إيماناً يبلغ 80 أو 50، سيكون لا يقل عن 100. لذلك سيكون لدينا إيمان كاف. لنعود إلى إنجيل لوقا الآن. قال يسوع سيكون خير له لو طوق عنقه بحجر. هذا لا يعني الانتحار، لأن ذلك لا ينتمي للرب. لكن في هذه الحالة إذا كان هناك شخص قد أدين وطوق عنقه بحجر ثم ألقي في البحر، فهذا يشير أنه لن يهرب من ذلك الإثم، سيموت بإثمه. لذلك عليك أن تستحوذ على الإيمان الذي منحك إياه الرب. لنتابع. احترزوا لأنفسكم. هو يتحدث عن الغفران، أمر تحدثت عنه سابقا. نحاول المغفرة لأمر عادي، هذا سيؤثر علينا يوم الدينونة. احترزوا لأنفسكم، يعني اعتنوا بأنفسكم. وإن أخطأ إليك أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. ماذا لو لم يتب؟ إذن لا يجب أن تغفر. لا تجعل المغفرة وسيلة مبتذلة. دعونا نقول أن لدي شريك اسمه جون وسرق شيئا مني، ولكن أنا أقدر جون، يعمل كثيرا، إنه صديقي. جون، لننسى ذلك، أنا أعلم أنه كان ضعفا منك. وجون لا يجيب بكلمة واحدة وتستمر الحياة، فلدي أشياء أخرى لأقوم بها. وبعد ذلك لم يتب جون عن ذنبه. هل تعرف ماذا سيحدث له؟ سيهلك. وهل تعلم من سيكون مسؤولا عن هلاكه؟ أنا، لأنني أعرف أنه سرق شيئا مني ولم أوبخه، أو أنه جلب لي السمعة السيئة، لذلك لا بد لي من توبيخه. فعليك توبيخهم وفقا للكلمة ليتوبوا بصدق وليس لإظهار الندم فقط. فالتوبة والندم متشابهان إلى حد ما. التوبة تسعى للمغفرة، أما الندم فينتهي هناك. وإن أخطأ إليك 7 مرات في اليوم ورجع إليك 7 مرات في اليوم قائلا أنا تائب فاغفر له، ماذا لو جاء 6 مرات إلي وغفرت له ولم يأتي في المرة 7؟ إذن لا تغفر. هذه المرة سيدان وسيدفع الثمن. ولماذا؟ لأنه لم يطلب المغفرة. لنرى كيف شعر التلاميذ عندما سمعوا هذا. فقال الرسل للرب زد إيماننا. هذا يعني أعطنا المزيد من الإيمان يا رب. العدد 6، فقال الرب لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل. بعبارة أخرى، إذا كنت تستخدم إيمانك الذي مثل حبة الخردل، ماذا يقول هنا؟ فقال الرب لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر فتطيعكم. إنه يتحدث عن شيء مستحيل. رأيت أشجار الجميز قد يبلغ ارتفاعها إلى 10 أو 15 مترا في ظروف ملائمة، شجرة ذو ثمر لذيذ. لو كان لدي إيمان مثل حبة الخردل والرب لمسني، لأنه بدون الرب لا أستطيع أن أفعل أي شيء، ووجدت الجميز في طريقي. هنا الشجرة هي رمز لشيء يمكن أن يكون عائقا، ثم أستطيع أن أقول أيتها الجميزة
انقلع وانغرسي في البحر. هذه الشجرة الطويلة بغض النظر كم يبلغ طولها والتي يجب أن نستخدم آلات ضخمة لإزالتها، ولكن إذا قلت وبقلب الإيمان واستخدمت هذا الإيمان لأقول لتلك الشجرة انقلعي وانغرسي في البحر، تبدأ الشجرة بالاهتزاز وتنقلع من جذورها لتتحول إلى طائرة هيليكوبتر، وسيتم سحبها من الجذور لتطير إلى البحر. كم يبعد البحر من هنا؟ 40 أو 50 ميلا. ماذا لو كنا في غويابا؟ كم يبعد المحيط الأطلسي؟ أكثر من 1000 ميل. ماذا لو أمرت الشجرة أن تنغرس في المحيط الهادي؟ البعد 800 ميل. ولكن ذلك سيحدث فعلا. قال يسوع هنا في العدد السادس، لنقرأ مرة ثانية طالبين الإرشاد والفهم: انقلعي وانغرسي في البحر فتطيعكم. إنه يتحدث عن أمر مستحيل، ولكن في يوم من الأيام سيكون هناك شخص جريء بما فيه الكفاية. لا نستطيع أن نقول هذا لن يحدث أبدا، لأن هناك أشياء لا يمكن إلا أن تتم من قبل الرب. ربما أنه وضع قد يمر به أخ لنا، ربما لن نكون في الحياة حينها. عندما يكون ذلك ضروريا سيعطي الرب الأمر، وستتحرك الجميزة وتخرج من الأرض تدريجيا، سترتفع الشجرة وتطير بعيدا، والجميع يندهش لقاء ذلك. ما هذا؟ إنها الجميزة. ولكن كيف ذلك؟ لأن رجلا مؤمنا أو امرأة مؤمنة أمرت الشجرة بذلك. ماذا يحدث هنا؟ يقول الرب من خلال ذلك أن هذا ما عليك فعله مع الشر. أحبائي، الحياة مع المسيح هي كل شيء عن الإخلاص، حيث نتعلم من الكلمة لنحصل على البركة. لذلك يجب أن نبادر، لأنه مكتوب: ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله. هؤلاء الرجال سألوا يسوع: يا رب زد إيماننا. قال يسوع: لستم بحاجة لذلك. لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل، كيف يمكن أن يكون الإيمان مثل حبة الخردل؟ وبذور الخردل يمكن أن تستخدم لاثنين من الأشياء الأساسية. أولاً، وربما هو الأفضل، أن تأخذ بذور الخردل وتزرعها في الأرض في ظروف ملائمة. الإيمان يعمل بذات الطريقة. البذرة هي كلمة الرب. وما هي الظروف الملائمة؟ المعجزة تمر عبر 3 حالات. هناك الإعداد، وهو عند بدء الاستماع للكلمة المقدسة والتعلم منها. ثم هناك صلاة الإيمان، وبعد الصلاة عليك أن تؤمن وفقا لما هو مكتوب في إنجيل مرقس الإصحاح 11 العدد 24. ثم تزرع البذور في باطن الأرض وهي تعرف مهمتها. ستنمو البذور وتكبر وتخرج من الأرض وتعطي جذرا لشجرة طويلة، وعندها تنتج الآلاف والآلاف من البذور ولسنوات كثيرة. ثانيا، البذور يمكن أن تستخدم لأغراض الطهي، وسيتم استخدامها كالتوابل للغذاء، ويمكن لإيمانكم أن يستخدم لهذا الغرض أيضاً، مما يمنحك السعادة. في اجتماعنا الأخير تحدثت عن إنجيل يوحنا الإصحاح 5 العدد 24 لنرى ما تكلم به الرب يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية، ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. وهنا نجد 2 من المتطلبات الأساسية: سماع الكلمة والإيمان بالذي أرسل يسوع الذي هو الآب. ثم لدينا 3 بركات. الأولى هي الحياة الأبدية. ثانياً، لن نأتي إلى دينونة. وثالثاً، ننتقل من الموت إلى الحياة. نترك مملكة الظلام لنكون في محضر الرب، حيث لا يوجد ألم ولا معاناة. يوجد وعود لنكون مؤمنين ويتم خلاصنا، وهذه الطريقة التي ستغير حياتنا تماماً. لننتقل إلى رسالة روميا. تحدثت عن يوحنا في اجتماعنا الأخير، ولا أريد أن أكرر ذات الشيء. روميا الإصحاح 5 العدد 15 و16: إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ: يا أبا الآب. عندما نقبل المسيح
يبقى الروح القدس إلى جانبنا لحمايتنا وإنقاذنا ويعمل في داخلنا. وبعد التوبة والمعمودية يعمدنا الرب بالروح القدس، عندها يسكن روح الله داخلنا. نحن لا نأخذ روح الرب للخوف، وهكذا نتصرف كأبناء الله، نستخدم السلطان المعطى لنا من يسوع، لأنه عندما قال ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله. بعبارة أخرى، يسوع منحنا وصية، وما علينا فعله إلا التوقيع عليها. هو لم يعطينا الورقة فعليا، كان اتفاقا شفهيا. كل ما عليك فعله هو أن تسأل: يا رب اسم يسوع أسأل. وكلمة اسأل تشمل هنا الأمر كما نعرفه: أمر الأرواح الشريرة بالمغادرة واحصل على الوعود، طالب بالبركات، وهكذا تكون في محضر الرب، تشعر به يتحدث إليك وتقول: أيها الشر ارحل الآن باسم يسوع. لم نأخذ الروح القدس لنكون في الخوف والمحن، ولكن لنتمكن من التضرع للرب: أبا، والتي تعني الآب بالعبرية، فإن كان أبي كيف يمكن ألا يباركني؟ لدينا حقوق في المسيح لا يمكن إنكارها. هذا ما يتحدث عنه الرب: لقد تغيرت حياتنا تماما، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. والآن إلى العدد 16، كما تكلمت قبل قليل، الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. في اللحظة التي نستمع فيها لكلمة الله ونقرأ الكتاب المقدس، سنرى أن هذا ينتمي لنا، ونشعر بنوع من القوة. أنت تعرف تماما أن هذا لك، روح الله يشهد لك بذلك. تقدم يا بني، افعلها، هذا لك. الآن عليك أن تؤمن وتستخدم السلطان باسم يسوع. والآن لننتقل إلى إنجيل مرقس الإصحاح 11 العدد 24 الذي أشرت إليه سابقا. فاليوم علينا أن نؤمن حقا ونصلي لكي يعمل الرب هنا كما يفعل دائما. لست أعني الشفاء الجسدي فقط، ولكن الروحي أيضا، تضميد الجراح النفسية والمالية والعائلية. مرقس الإصحاح 11 العدد 24، لذلك أقول لكم: كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. نحن تعلمنا من الله مباشرة مهما كانت الأمور التي نطلبها ونسأل عنها ونصر على حيازتها. عندما نصلي بلا انقطاع للرب ونؤمن أننا سننالها، ستكون لنا. ماذا يحدث إذا لم نؤمن؟ لن تنال شيئاً. أحياناً نصلي لكننا لا نؤمن، ونبقى في انتظار شيء من السحر الذي لن يحدث أبداً، لكن أنا بحاجة للمزيد. لذلك التجئ إلى الله واطلب. لنرجع إلى يوحنا الإصحاح 5 العدد 24، الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني، تكلم الرب معي، علي أن أؤمن به. هذا ما يتحدث عنه يسوع، هذا الوعد لي، سأناله باسم المسيح، لكنه يبدو مستحيلا. أهو مستحيل أكثر من الجميزة التي ستقلع وتغرس في البحر؟ الشجرة لا تمتلك نظاما لتحديد المواقع، لكن يمكنها العثور على البحر والعثور على المكان المثالي. إنه أسهل بكثير للشر أن يصيبك من أن تفعل الجميز هذا، لكن يسوع قال أنه يمكنه أن يحدث ذلك. مع الرب المستحيل يمكن تحقيقه. ربما الشر الذي يؤثر عليك صغير مثل العشب يمكن انتقاؤه من قبل أي طائر وحمله بعيدا. كل ما عليك القيام به هو أن تأتي أمام الرب مثل حبة خردل، ازرعها لتنبت وتتحول إلى شجرة طويلة، أو ربما تستخدمها لأغراض الطهي. ماذا ستفعل بإيمانك؟ دعونا ننمو معا والرب سيباركنا جميعا. والآن إلى دراما الحياة الحقيقية.
في عام 2012 بدأ جوزليني بالذهاب إلى كنيسة نعمة الله، لكن ظهرت بعض العقبات في طريقها. شعر زوجي سانتوس بالمرض والغثيان، نقل إلى غرفة الطوارئ وأعطوه بعض الحقن وكاد يموت. شعرت أن هذا لم يحدث لأنه كان مريضاً، بل أنه شيء روحي. عندما وصل جوزليني للمنزل، بدأت بالصلاة من أجل زوجها ليتم تحريره من كل شر، ولكنها واجهت المزيد من العوائق. مر الوقت واستمريت بالذهاب إلى الكنيسة، ثم أصيب ابني بالحساسية. كانت نوعاً من الحساسية التي أقلقت الأطباء، ذهلوا حقاً لأنهم لم يروا شيئاً مثلها. كانت تؤثر على كليتيه، كان متورماً كثيراً، كان شيئاً غريباً تماماً حدث خلال دقائق معدودة. كنت أعرف أنه الشيطان يحاول تجريبي. أصابتني القشعريرة في المنزل، كان شيئاً خطيراً جداً، ولكن الشكر للرب، هو بخير الآن. شفي بالإيمان لأننا صلينا من أجله. صلت حماتي في منزلها وأنا كنت أصلي هناك. تحدثت إلى الرب هناك في غرفة الطوارئ. كان عليه أن يبقى نهاراً كاملاً وليلة كاملة في المشفى. صلينا كثيراً وأنا متأكد أن كل ذلك كان بسبب الإيمان. في بداية عام 2013 بدأ يضعف سمع جوزليني، وبسبب وجود طنين ذهبت إلى الطبيب وأخبرها أنه التهاب الجيوب الأنفية. أخذت بعض الأدوية واستمرت المشكلة. عدت إلى الطبيب فقال التهاب الجيوب الأنفية، ولكن ضعف السمع ليس من الالتهاب. عندما أتحدث أبدو كما لو أنني أتحدث من خلال علبة، كما لو أن العلبة حول رأسي والصوت يأتي ويذهب داخل رأسي. تضرر سمعها بشكل خطير. إن كان علينا تكرار الأشياء مرتين أو ثلاث مرات حتى تستطيع سماعنا. عندما جاءت للتحدث معنا كانت تصرخ بصوت عال. كنت أذهب إلى الاجتماعات لكنني لا أسمع شيئاً. كان كل شيء مزعجاً للغاية. كنت بالكاد أسمع الأصوات، لم أكن أفهم ماذا يقولون. ثم في يوم فكرت، حسناً أنا ذاهبة إلى الكنيسة على أي حال. خلال العظة قال القس إن العدو يحاول أن يجعل الناس صماً، بحيث عندما يأتون إلى الكنيسة لا يستمعون للكلمة. أنا أعرف تماماً أن هذه الكلمة كانت موجهة لي، وكان هذا صحيحاً في ذلك اليوم. كان بإمكاني السماع بصوت عالي وواضح لأنني في الواقع سمعت الكلمة. حضر جوزليني الاجتماع الذي عقده الدكتور سواريز في نيسان عام 2014. بدأ الدكتور سواريز بالصلاة وذكر السمع. في تلك اللحظة شعرت بشيء داخل أذني مثل صوت تشيك. ماذا حصل معك؟ أذهب إلى كنيسة نعمة الله في المدينة التي أعيش فيها، وقررت أن أتعمد. وبالتالي حاول الشيطان أن يجعلني صماء، وكنت لا أسمع شيئا، ومنذ ذلك اليوم أسمع الطنين. هل زال الطنين؟ نعم لقد زال. مجدا للرب. لم أعاني من ضعف السمع الآن. قالت أنها تسمع جيدا الآن. أسمع العظات، يمكنني سماع الترانيم. بينما أعمل أسمع رنين الهاتف، إذا كان أي شخص يناديني أجيبه. أشكر الرب، أشعر أنني بخير. تعمدت وابني نال البركة وزوجي تبارك أيضا. الأمور تتحسن يوما بعد يوم. الآن أنا ثابتة مع الرب ولا أحد سيأخذني بعيدا عنه. هذا أمر رائع يا أخوة. دعونا نصفق للرب يسوع. والآن إلى فقرة السؤال والجواب. كيف يمكنني الاستعداد للاجتماع؟ إنه سؤال جيد. لا ينبغي أن نأتي إلى الكنيسة كما نفعل أحياناً، بل يجب أن نأتي على استعداد تام. أبانا، أريد أن أذهب إلى هناك وأستمع للكلمة المقدسة. أرجوك هيئ قلبي، وأيضاً هيئ الواعظ وكذلك المرنمين. اجعل كل شخص على استعداد ليسبح الرب، والحضور أيضاً، الشخص الذي يجلس بجانبي، وهكذا دواليك لمجدك، بحيث يمكن لأي شخص أن ينال البركة، فتأتي بمعنويات عالية، وهكذا يتحدث الواعظ تماماً عن حاجتك. كن مستعداً. والآن إلى فقرة افتح قلبك. دكتور سوارز، أنا سيدة أبلغ من العمر 95 عاماً، بالكاد أستطيع التحرك، وبسبب إعتام عدسة عيني بالكاد أستطيع أن أرى. أنا متقاعدة وأتقاضى الحد الأدنى للأجور،
وأنفقه على العديد من الأدوية، وبسبب هذا أنا لم أعد قادرة على كفالة البرنامج. أطلب المغفرة عن هذا، حتى أنني شفيت من الألم الذي شعرت به في بعض أجزاء جسمي بعد الانضمام إليكم في الصلاة. دكتور سواريز، أرجوك صلي من أجلي لأشفى وأتحسن من فضلك. أريد أن أرى بشكل طبيعي مرة أخرى لمشاهدة البرنامج. عمرك 95 وتكافحين من أجل البقاء، أهنئك. في مرة كان لدي اجتماعا في ريسيفي، وكان هناك سيدة بالغة من العمر 90 عاما، لكنها كانت هشة للغاية وضعيفة. تلوت بعض الصلوات وأشارت بإصبعها وقالت: دكتور سواريز، لقد شفاني الرب يسوع من انقراص الفقرات. سألتها: هل شفاك الآن؟ قالت: نعم، وأنا بهذه السن. سألتها: أكان الانقراص كبيرا؟ أجابت: مثل موزة كبيرة. كان هنا في العمود الفقري وزال. ثم فكرت أحبائي، إذا كان على الطبيب إجراء عملية لعلاج هذه المشكلة، سيقولون أنها مسنة جدا، دعونا لا نفعل ذلك، ستعاني كثيرا. ولكن بعد ذلك جاء يسوع وشفاها. حتى لو كانت ستموت في اليوم التالي، لكنها شفيت. لذلك عليك أن تصبري سيدتي. والآن أسألك: من الذي دعاك لتكوني كفيلة؟ إنه يسوع. لذلك لماذا لا تقولي: يا يسوع، أعطني البذور كي أزرعها؟ سيعطيك، لأنه مكتوب في كورنثوس الثانية الإصحاح التاسع العدد العاشر الذي يقدم بذارا للزارع. إذن يسوع من أعطاك البذار، وستكون قادرة للعودة. والآن دعونا نصلي من أجل أولئك الذين في منازلهم، ثم سنصلي معا. وهذه الصلاة مناسبة أيضا لك. إلهي، إن نعظ بكلامك، نحن في محضرك الآن، نحن أمام الواحد الذي لا يفشل أبدا، الذي يفي بوعوده دائما، وهو أنت يا رب. نسألك أن تبارك أولئك الذين يعانون من المرض، الذين هم بحاجة إليك يا إلهي. بارك أولئك المفلسين أيضاً، الذين لا يعرفون ببساطة ما يجب فعله. إلهي، إن نريد أن نضع حداً لهذا ونفعل كما قلت لنا، وهذا ما سأفعله الآن. ككارز للكلمة المقدسة، أبطل كل أعمال الشر وآمر الشيطان بالرحيل بعيداً باسم الرب يسوع، له وحده كل كرامة ومجد. آمين.